السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. الإمارات تبحث تجاربا مع الحوثيين اتفاق يتضمن صرف المرتبات. وإلى التفاصيل. بدأت الإمارات اليوم الأربعاء حراكا جديدا للتجارب مع حركة أنصار الله الحوثيين، يتزامن ذلك مع إعلان صنعاء التعبئة العامة عقب كشفها خلايا مرتبطة بالإمارات. والتقى السفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي بالقائم بأعمال السفير الروسي دكتور يفغيني بودروف، وأفاد المسؤول الروسي بتغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأن اللقاء كرس لمناقشة الدفع بالتسوية السياسية في اليمن وتحسين سبل المعيشة، في إشارة إلى صرف المرتبات. وجاء اللقاء عشية ترقب تصعيد يمني مع إعلان المرحلة الرابعة من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه. ويكشف الحراك الإماراتي مخاوف أبو ظبي من أن تضالها نيران المرحلة الرابعة، لا سيما وأنه يتزامن مع إعلان صنعاء التعبئة العامة بتدريبات شارك فيها كبار مسؤوليها عقب يوم على كشفها إحباط مخطط يديرها عمار صالح المحسوب على الاستخبارات الإماراتية، وتهدف لزعزعة الاستقرار في مناطق سيطرتها شمال اليمن خدمة لأجندة أمريكية إسرائيلية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.